يبقى الاقي الاخلص اللي عندي دي اللي مستحيل لايك فين تكون من ان يقل يغلط برغم يقلك ليه لو في كل مستويات هتبقى كده نتيجه ازاي ان خليني احسن كده عمليه الترجمه بتفضل من الدي ان اي والار ان اي لازم تكون نشيطه. طيب يبقى لازم الكرومات المفروض هو النيوكلس يكون مفروض ولا لازم يكون متعامل مع بعض زي الكروت لو بتتعامل مع بعضها؟ فبالتالي لازم في النيوكلس اللي هي وهي اكتف يبقى لازم الاقي ان النيوكلس بتاعتي ايه كرومات كروماتيك يعني عبارة عن خلية نشيطة أي حاجة نقولها بعد كده. يبقى ده أول حاجة هنعرفها اللي هي مواصفات الأكل السيل عالم السيل بلازم وعلى مستوى. طيب في حاجة عندي ثانية موجودة اللي هي عبارة عن اللي هي الهرمون. الهرمون عندي الهرمون دي منها نوعين يا اما بروتين في النيتشر يا اما استرويد في النيتشر زي ما انت بتاخده بعد كده يا اما بروتين اما استرويد. فبالتالي خليه البروتينات طبيعتها بروتين في النيتشر فبالتالي تلاقيها اكتف سيل لاقي نفس اللي هي الاكتف تقول حاجه منها اسمها بلاس دي اللايت مشهور السجاره علشان الخليه اكتف مثلا اللي هي طبيعتها بروتين في النيتشر فبالتالي قلت ان السيتوبلازم لازم يكون جرانولار وبيزوفيلك. طب بيزوفيلك رسمت خليه مثلا قلت ان دي خليه وظيفتها ان هي تنتج الهرمون اللي طبعته بروتين في النيتشر. فانا قلت انا خليه يبقى ادا نيوكلا وادا سيتوبلازم تمام. طيب انا بقول ان السيتوبلازم بتاعي بيكون بيزوفيلك. بيزوفيلك في اي حته يفضل خلايا اللي احنا هنا لسه داخل قلبك معرفش عارف بس يعني لو البروتين هيجي علشان يطلع بره الخليه هيتكون في الخليه هيتكون اللي يبقى الخلية أكتس واحد تنتج روتين أو روتين في النشرة زائد لازم في روتينك أو على في جرانولار زائد مونيشن موجود فوق النيوكلاس تمام. بعد كده هاجي اتكلم اقول ان في
يكونش أمريكا فجاهز إن هو يطلع بره الصينية، فبالتالي يتكون عن طريق السكريتي اللي هي فوق تلقى إيه؟ طيب دي كل إيه؟ هي فبالتالي دي حاجة اسمها استرويد سيكريتين هرمون سيلف استرويد سيكريتين سيلف بعد كده الاستراحة بعد كده الاستراحة
مش عايز كل الكلام ده. انا كل اللي انا عايزاه ان انا هقول استراتيجيات الفورمات اللي جنب الاساس وتسموه لي 100 بزنس ميتريك وتسيمه خط عليه، وبعد كده المخلص بتاعك طبعا اول مخلص لازم تكون على بزنس ميتريك لان اللي هي الاستراتيجيه مش مناطيه زي ما اتفقوا. بعد كده المخلص بتاعك يتوزع على كل مكان. يبقى انا دلوقتي قلت الاستراتيجيه دي مصيره. بعد كده خدنا استكشاف انواع الاورجان ويوبلا اورجان زي ما احنا خدنا اول مشترك في الدرجه الثالثه. اول حاجه دي الاورجان نكون لطيف عليهم ان في عندي في اي يوبلا اورجان موجوده في الجسم. اليوبلا اورجان اللي موجوده في اليونت الاولاني عباره عن اليونت الميكوزا رقم 2 من جوه القاره، رقم 3 يونت تحت الميكوزا يبقى اليونت الاسفل ميكوزا. بعد كده اليونت اللي هي مسؤوله عن حركه الاورجان اسمها اليونت الماسكولاريس. بعد كده اليونت اللي تفصل كل اورجان عن الاورجان اللي جنبه اسمها اليونت ادفيشيا واحيانا نسميها سيروز. هنيجي بعد كده في يونت الميكوزا زي ما خدنا عباره عن شعيره صليه اصغر شعيره بنسميها لامينه. اللامينه الاولانيه اسمها لامينه ايبيثيليالس، واللامينه ايبيثيليالس دي بتختلف على الاورجان. ممكن يكون الايبيثيليوم طبيعته بروتكتيف. يعني ايه بروتكتيف؟ زي مين؟ ايه اللي هو الايبيثيليوم اللي طبيعته بروتكتيف؟ اللي هو استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم اللي هو طبيعته بروتكتيف زي اللي مثلا موجود في الاصول بتاعت اللي احنا هنقوله النهارده، زي مثلا الحيوانات اللي بتاكل سمن وتريس وبرتين، فبالتالي لازم الاصول يكون محمي كويس جدا بطبع من الايثيليوم مش سمبل، لازم يكون ستراتيفايد كويس اكتر من كذا طبع موجود. طيب تاني حاجه الايثيليوم ممكن يكون طبيعته سكريتوري زي موجود في مين؟ زي موجود في حاله الاستومر. ليه؟ لان الاستومر عندي طبيعتها ان هي بتفرز ال HCL وبتفرز ال فايبروسينوجين في اكتف انزيم. لما بيطلع جوه اللون بيحصل له اكتفيشن بوظيفه ال HCL كده احداث الطوب في التفصيل المهم. تمام؟ طيب ممكن يكون الفيزيكيان بتاعي يكون وظيفته ابزربتيف كريتيريا. يعني ايه ابزربتيف كريتيريا؟ يعني الطب في الانتستين. فبالتالي لازم الانتستين بتاعتي علشان الابسوربشن بتاع الاكل كل الاكل اللي احنا كنا ما يطلعش بره الجسم ما استفادش منه الاكل. الانتستين بتاعي لازم يكون سنتر كل احمر ابزوربتيف الانتستين. يبقى كده خلصنا من اللمنه الانتستيالس. نيجي على اللمنه البروبريا، يبقى هي طبيعتها كونكتيف تيشو. يبقى طبيعتها كونكتيف تيشو. يبقى اول طبقه قلناها اللي هي عباره عن اليونيكا ميكوزا اللي هي طالع منها رقم واحد اللامينه ايبيثيليالس اللي هو عباره عن الايبيثيليال لاينينج. الايبيثيليال لاينينج بعد كده الايبيثيليال لاينينج ده ممكن يكون عندي ثلاث حاجات، ممكن بروتكتيف، ممكن سكريتوري، ممكن يكون ابزوربتيف. تمام؟ بعد كده رقم اثنين اللي هي اللامينه بروبريا اللي هي طبيعتها كونكتيف تيشو. طبيعتها كونكتيف تيشو وممكن في بعض الاورجان ممكن يكون فيها بلاك. يبقى ده طبيعتها كونكتيف تيشو. يبقى المفروض كونكتيف تيشو اكون متوقع ان انا الاقي كل الخلايا بتاعت الكونكتيف تيشو، الاقي كل البلاد فيزل الموجود في البلاد فيزل سواء ارتري او في او في او لمف او نيرف. بالتالي ده الكونكتيف تيشو. اول ما اقول كونكتيف تيشو لازم الاقي كل السيلز وكل الفايبرز الموجوده عندي والاقي في اي فاسكولار كونكتيف تيشو. بعد كده ممكن في بعض الاورجانز تلاقي جلاند زي اللي احنا هناخده النهارده، ممكن في بعض الاورجانز الاقي جلاند. بعد كده ثالث طبقه اسمها اللامينا ماسكولاريس ميوكوزين. لمنا ماسكولاريس ميوكوزين دي طبيعتها سموث ماسل. السموث ماسل ليه قريبه من اللمنا البروبريا ولمنا الاكسيليال؟ كل ده الطبقه الاولانيه. اللمنا ماسكولاريس ميوكوزين مسؤوله عن الشغل بتاع الاكسيليال. الاكسيليال ما بيبقاش ماشي خالص كده، لا الاكسيليال بلاقي لو انا خدت كروس سكشن في اللومن الاقي ان اللومن بتاعي ظاهر بالمنظر اللي قدامي ده. الفولد الاكسيليال اللي موجود قدامي ده سببه اللمنا ماسكولاريس ميوكوزين. يبقى
مسؤول عن الفولد بتاعي اللمة الانسيال ومسؤول عن الحركة بتاعت يعني انا بتكلم على مستوى اللمة الانسيال بس لازم يكوزي لي يدي مسؤول يكوزي فمسؤول عن الفولد بتاع اللمة الانسيال ومسؤول عن الحركة بتاعت اللمة الانسيال المفروض طبيعتها ونكتب تشرب لأن أنا نكتب تشرب أتوقع عليه كل الخلايا الموجودة فيها كما نكتب تشرب الموجودة لازم ألاقي فيه واحيانا بتكون زي ما هقول النهارده برضه اللي هي ميكس
يعني سموز مع سكيلتال ماسل. يبقى الكرسي الفاسكولاري طبيعتها سموز ماسل. في بعض الاورجن زي ما انا هقول النهارده اللي هو الكرسي هقول ان هو طبيعته سكيلتال ماسل ده حيوانات. يبقى في فاريشن في اورجن داخل الحيوانات. ممكن تلاقيها سموث فيوز، هلاقي فيه انضغط
هلاقي فيه الطعم اللي هو اللي كان اللي هيوديكوا في الركوب تاني ان شاء الله. فيه تاني فيه فيه تاني ما تنطقش يا شباب. فيه اللب اللي هي الشفة، فيه الاتشت اللي هي الخطوط، ففي حد محكوش كبتشت كلهم عندهم الزين بس بس كده. في اللي هو سقف البق خلاص، في سقف البق بالبلد، البق اللي عندي اسمه البلد. يبقى في عندي القرع الكامبي اللي هو تنين قص الشيشة الأورجن أو قص الشيشة الأورجن اللي هم عبارة عن الكيس طام واللك والتشيك دي ثلاث بيرسلات أنواع اللي هنقول دلوقتي. فتكسروا انتكسنا التراك وظيفة القرع الكامبي إيه؟ وظيفة القرى الكلبي ان هو ياخد الاكل ويهتم. بعد كده يبعثوا على الجسر انتستنال تراك. المفروض اول اورجان فيها مين؟ اللي هو الفرنكس الاوستوجل الاستومك الانتستن سواء سمول او لارج انتستن. تمام؟ طيب في حسوشيه الكلام، ايه الاسوشيت جلاند الموجوده؟ ايه اللي بيفرز؟ سليفري جلاند. تمام، سليفري جلاند اللي هي الغدد الرعبيه سليفري جلاند. في ايه كمان؟ في ايه كمان؟ في افراز في صوبه الدايجستر، بنكرياس في صوبه الديودينم، يبقى في البنكرياس، في الليفر. والليفر بتطلع البيض بتتخزن فين؟ العصاره الصحراويه بتتخزن فين؟ المرارة اللي هي البول بلادر. يبقى كل ده عبارة عن البول بلادر بتصب نفس الكلام في اليودينوم، فبالتالي تخلط اللبس دايما في الفيزيو. فبالتالي عبارة عن رقم 1 الاورا كامبي، رقم 2 عبارة عن الجاستروسكتراك، رقم 3 عبارة عن الانتشين الغدد اللعابية زي البنكرياس. على فكرة في موبايل شغال زي البنكرياس، زي البول بلادر، زي تمام. هذا هو اول حاجة الكورة الكامبي. الكورة الكامبي اللي هو الكامبي اللي بقول عندي الكورة الكامبي اول حاجة تتكلم بارد ده اول خط اول حاجة تتكلم زي ما خدت من الاسبيراتوري. اول جزء في الاسبيراتوري سيستم اسمه ميزا كافتي، هنا نفس النظام اسمه اورا كافتي. يبقى اول كلمه هكتبها بان بوي واحد كام. يبقى اول جزء في الاسبيراتوري سيستم عباره عن الاورا كافتي. طب الاورا كافتي وظيفته ايه؟ رقم واحد ان هو مدخل Thank you.
بولر ذا بولر تيمبو ذا تمام يبقى ده اول شيء في البولر كان ان هو اول حاجه مدخل جي اي دي رقم 2 بيحط عمليه الضغط عند حد في مصدر الاثنين وبيحط عليه الصليبه بعد كده بالبرعه الموجوده يا إما بارشيال روتينايز
يعني جزء منه او متبطن بطراطين بس مش كتير partial retinoid او highly retinoid. ده بيختلف على حسب النيتشر بتاع الاكل بتاعه. تمام؟ زي الانسان عندنا مثلا احنا بناكل حاجه جامده احنا كل اكلنا صوت لا ملك لا لبن لا نبات مفيش حاجه خشنه. فبالتالي لازم الانسان لازم يكون ناقص ريتينويد. لكن لو مثلا عند المومنات او الحيوانات كلها بتاكل شيء من الدريس الكلام ده فبالتالي لازم يكون هاي ريتينويد. زي مثلا عندي البيت بارشيال ريتينويد البيت اللي هي التنبيه بتاكل مره تاكل لبن ومره تاكل الكبد وفريش الكلام ده فالاي ايه ارشل تمام. يبقى رقم واحد الاقي ان الاسيليا وقت السرافايد القويمه وقت بسبب السكريشن بتاع السلايفا بسبب السلايفا السرافايد الاسيليا عندي يكون سراتينايز او نان سراتينايز او بارشلي او بايلي كراتينايز ده على حسب الحيوان. بعد كده اللامينا بروبريا المفروض يكون طبيعتها اللامينا بروبريا طبيعتها كونكت تيشو. يبقى اللامينا بروبريا طبيعتها كونكت تيشو ويز البلاد فيزل والنير نير فيزل. واحيانا بلاقي فيها جلاد سليفالي جلاد واحيانا بلاقي فيها سليفري جلاند. طب في حد يقول السليفري جلاند بلاقيها جوه الكره الكافيه نفسها؟ اقول اه في السليفري جلاند زي ما انتوا خدتوا في السليفري جلاند في منها مينور سليفري جلاند وفي منها ميجور سليفري جلاند. في مينور سليفري جلاند ده غدد العاديه صغير ده قط كبيره يبقى ده مفضل موجودة اسمها دي سليفري جلاند. مينور سليفري جلاند دي تختلف على حسب المكان.
كانت في اللعب تسميها ليبيا، لو كانت في الشك تسميها أخر، لو كانت في الخط تسميها إنفر، لو كانت في البلد تسميها فرطر. يبقى دلوقتي ده الأول كانت حاجة على مين؟ على الجسر أو المركب. نبدأ أول حاجة باللف والتشك. نبدأ أول حاجة باللف والتشك. هذا أول حاجة بالليف والشيك. نعم. اللي هي كلها كلها. هذا أول حاجة عندي بالليف والشيك. طيب. أنت طبيعة الإبسيليوم ده
سبسكرايب وي مالتي بيسيلير، يبقى ده عباره عن الاي دي تيرم. بعد كده المفروض يكون في كونكتيف تيشو في النص تحت البيسيلير. الكونكتيف تيشو ده المفروض يكون اسمه تيرم. الدرم ده زي ما احنا قلنا دلوقتي بيكون فيه الهير. انا هرسمها كده بلون ازرق لانها اكتر من طبقه طوبة، هكتب عليها الهير لحد ما تنبوها في اخر الترم. بعد كده الهير بيكون حواليها، هكتب حواليها حاجات صغيره تانية بلون تاني، هكتب حواليها الحاجات الخضراء الموجوده دي هكتبها بلون تاني. في حاجات تانية هتلاقيها لون اخضر بس كبيره شويه جنب الشعر على طول اسمها فيديشيال بلان. انا قلت دلوقتي اوتر سيرفيس بتاع اللب او بتاع الليتشر ونفس النظام هذا الليتشر ولا لب، هلاقي فيه سكين من بره، يبقى الاقي فيه بدر والاقي فيه دير اللي هو السايد كويمس بيتيريان، والاقي فيه كونكتيف تيشو بيكون فيه هير، واحيانا لازم يكون مصاحب الشعر سبيشال بلاند للسميك. طب الانر سايد، الانر سايد اللي موجود عندنا او الانر سيرفيس زي ما انت قلت دلوقتي اللي هو الكورا سايد اللي هو من جوه، يبقى لو سالت الجبتين يعني اللجنه الابتلياليز بتاعته المفروض تكون اللجنه الابتلياليز طبيعته استراتيفايد سكويمر ابتلياليز. المفروض الرسم لو انتم بترسموا دلوقتي المفروض بيكون معايا اربع الوان، بس للاسف في واحد طلع منهم ترم فباظت الصوره معايا برضه. بيكون معايا قلم ازرق وقلم احمر وقلم اخضر وقلم اسود. بيكون معايا اربع الوان. بيقول لك ان الميكوزا لما يتهيألي بيرسمها بدون تشويه. ده طريقه الرسم عشان يبقى تتنوع في الامر اللي انت بتعمله. يبقى قاسم اللمه اللي هي اللي انا رسمها الاحمر دي رسمها بدون بعد كده اللجنه البروبريا اللي هي الترمس او اللجنه البروبريا اي كونكتيف تيشو هتسيبه سواء اللجنه البروبريا او طبي فودا برسمها بلون اخضر. برسمها بلون اخضر لان الكونكتيف تيشو بيظهر اخضر في التراي كروم ستين. تمام؟ اي كونكتيف تيشو سواء اللجنه البروبريا او طبي فودا. اللجنه التيونيكا ماسكولاريس او اللجنه ماسكولاريس ميكوزيت طبيعتها لازم تكون حمراء. لانها سموث ماسل او سكيلتال ماسل فطبيعتها احمر، فبالتالي برسمها بلون احمر. تمام؟ اليوكلاس بقى اللي انا برسمها في النص هنا بين الخلايا وبين بعضها بتبقى زرقاء. فاهمين الكلام اللي بقوله؟ احسن. يبقى اول حاجه الاوتر سايد عباره عن الليبسيليا، بعد كده الزرق. اجل الكورة هقول ان اللمنه الابيثيليالي طبيعتها عباره عن استراتيفايد سكويموس ابيثيليا. لمنه ابيثيليالي اللي هي طبيعتها استراتيفايد سكويموس ابيثيليا. بعد كده بلاقي فيه كونكتيف تيشو موجود عندي اللي هي اللمنه بروبريا. الكونكتيف تيشو اللي موجود عندي طبيعي لازم الاقي فيها الخلايا اللي موجوده، الاقي فيها الخلايا اللي موجوده، الاقي فيها بلاد فيزل موجودة عندي. طيب واللمنة بروبريا دي في حالة اليابولر تشيك بيكون فيها سليفري جلاند، بلاقي فيها سليفري جلاند اللي هي المجمعة كتب مع بعضها دي، بلاقي فيها اللي هي السليفري جلاند، بلاقي فيها السليفري جلاند في لو في اللب بسميها ليد جلاند او تشيك بسميها فقط سليفري جلاند. هذه ايه المنطقه اللي في النص المفروض تكون سنترال كور، النص بتاعي المفروض تكون عباره عن بانكر من السكيليتال ماسل، عباره عن حزن من السكيليتال ماسل. وزي ما انت خدت الترم الاولاني لو خدنا السكيليتال ماسل كروس سكشن المفروض ده بندل، يعني هلاقي فيه دوائر اصغر كتير بندل من السكيليتال ماسل. وكان اهم حاجه في الدوائر ان الميوكلاس بتاعتي يكون بريفرال، الكلام اللي انتوا خدتوه فرق بين الاستهدام والكارديا مصر، فبالتالي بركز السنترال كور
عبارة عن بوندل من الاسكليتال موسكلز. طب انا دلوقتي عندي الاوتر سيرفيس اللي هو السكن سايد تمام، وعندي من جوه الاورا سيرفيس او الانر سايد. طيب في حاجة في النص اللي هي السكن ميديال المفروض دي مين؟ اسمها فري مارجن، يبقى رقم 4 اسمها بيخلينا حسابة لو حد قربنا من هنا او تعطينا من هنا بيبقى حاسين
دوري المنطقة أو دوري لسانة بنلاقي المنطقة حساسة جدا بسبب إن في نيرف سبلاي موجود في كمية كبيرة حتى بسبب الضغط سبلاي موجودة في كمية كبيرة. كده دلوقتي خلصنا اللاب والإلتش. نيجي للأورجان اللي بعده. الأورجان اللي بعده المفروض يكون عبارة عن القلب. من الأعضاء المهمة اللي بيجي فيها الانتقال لأن بالدراسة بتاعه فيه شوية. هنقول القلب تمام عارفين كل واحد الدورسال سيرفس. في حاجه مهمه جدا اسمها
ليجوال بابلي. في حاجة مهمة اسمها ليجوال بابلي، نركز في الكلام ده شوية. يعني ايه لينجوال بابلي؟ لو انا قلت ان الابيثيليم اللي عندي نوع الابيثيليم في الدور بنسميها لينجوال بابلي، بنسميها لينجوال بابلي. يعني ايه بابلي؟ بابلي يعني بيبتدي الكلام كونكتد تيشو كور، بيبتدي الكلام وكونكتد تيشو كور. يعني ايه الكلام تاني؟ مش احنا قلنا الدور بتاع دور تسرد، ألاقي في ترانسفيرز وين مسؤولية من هي لمة بتليالس، وبعدين ألاقي في تحتها اللي هي المفروض لمة بروبيا المفروض عندي، تمام؟ إيه يحصل عندي الدور تسرد ده؟ يحصل في حاجة مهمة أوي، يحصل حاجة اسمها سمول إنفيجن، بلاقي إن المسؤولية بتطلع يكون وبلاقي إن الميمبرين طالع معاه نفس النظام. وبدأت الميثيليوم طلعت فوق، يبقى أكيد لازم الكونكت ستيشن في اللامينا بروبيا طلع معانا، صح؟ فبالتالي الأنظر عبارة عن الميثيليوم عبارة عن الطاقية والكونكت ستيشن ده اللي في الكاب، الكاب عبارة عن الميثيليوم كاب وراسه المفروض عبارة عن الكونكت ستيشن فوق. الكونكت ستيشن ده جاي من مين؟ من اللامينا بروبيا، تمام؟ يبقى طيب عندي كم نوع من البابلي؟ كم نوع من البابلي؟ البابلي دي عبارة عن تو طيب، عبارة عن تو طيب. النوع الأولاني اسمه ميكانيكال بابلي، والنوع الثاني اسمه جستاتوري بابلي. يبقى النوع الاولاني اسمه بابلي، النوع الثاني اسمه جستاتوري بابلي. يبقى تاني كلام قلت الدور ترتب ازاي كان هذا سمول انفيجن بنسميها كول لينجوال بابلي. يعني ايه لينجوال بابلي؟ هنلاقي ان الابيثيليوم تبدا يطلع لفوق، بيعمل عباره عن ابيثيليوم كاب والكونكت تيشو كور اللي موجود في اللامنا بروبيا كمان هو كمان دخل جواها، فبالتالي عباره عن ابيثيليوم كاب زي الكونكت تيشو كور. طيب في عندي كام طيب من البابلي؟ رقم واحد ميكانيكال بابلي، رقم اثنين جستاتوري بابلي. يعني ايه ميكانيكال بابلي؟ كونسيرفد، يعني كل وظيفته كونسيرفد with the movement of the food. يعني كل وظيفته ان هو يحرك الاكل جوه الاورجان. الميكانيكا البابلي تحريك الاكل، فبتتخذ وظيفتها واحد ياكل اكل حاجه، واحد ياكل اكل سخن، يبقى concerned with the taste sensation. Concerned with sensation اللي هي بتحدد التذوق بتاعها، فطبيعي لازم الاقي فيها تيست باد اللي هي عباره عن التذوق اللي بتحطوها قبل كده، ها؟ طيب ميكانيكال بابلي دي في عندي كام نوع؟ الميكانيكال بابلي في عندي كام نوع؟ الميكانيكال بابلي النوع الاولاني اسمه سيلي فور بابلي، النوع الثاني اسمه لينتيكولار بابلي، النوع الثالث اسمه كونيكال بابلي. يبقى النوع الاولاني اسمه سيلي فور بابلي، النوع الثاني اسمه لينتيكولار بابلي اللي هي سيلي فور
لنتيكولار اللي شبه العكس هي شبه العكس حبايه العكس لنتيكولار كونيكال بابلي. الفيليفورم بابلي ده موجود هنعرف اي بابلي، هنعرف النمبر اي بابلي بنعرف النمبر بنحط الصير مكانها مكان موجوده فين على الاسكان بالخط، هنعرف الاستراكشر. فطبيعي الاستراكشر عباره عن بكتيريا تاب وكونكتيف تيشو كور. بعد كده هعرف في التيست بض، تيست بض اللي هي براعم تضغط العرق. طبيعي انا بتكلم عن المكان كده بتعمل ايه، يبقى تيست بض موجوده ولا مش موجوده؟ مش موجوده، فبالتالي هقول ان هي اكتر في الثلاث انواع. كلام مفهوم يا شباب؟ يبقى انا بقول خليك اقول السوق لحد ما تشبع ولا مش زي ما انا مش ميكانيكال بابلي منها ثلاث انواع، فيليفورم بابلي لنتيكولار مونيكال بابلي. هعرف كل نوع من البابلي هعرف النمبر بتاعه. يبقى الفيليفورم بابلي اكثر نوع موجود على اللسان اللي هو بيدي الشكل الابيض بتاع اللسان. لو كل واحد طلع لسانه كده قدام المرايه هيلاقي لسانه ابيض. ليه السبب فيه؟ السبب كميه الفيليفورم بابلي اللي هي واخده معظم اللسان. كل اللسان بتاعها عباره عن فيليفورم بابلي بتدي الفيليفورم كبيره، يعني بتدي جري افق تحت الصغر بتدي منظر شبه القطيفة. بتدي منظر شبه القطيفة ليه؟ لأنها موت كيروبرات، يعني أكثر نور موجود على اللسان. حتى لو كلام ما كتبتوش اكتبه بالعربي والكتاب هيجي إن شاء الله يوم الأربعاء نفهم الكلام ده نقص إزاي. يبقى أكثر نوع موجود على اللسان اسمه سيليكون بابلي، بيدي شكل الوايت أو الجري كولر اللي موجود على اللسان. ليه؟ لأن بيدي منظر فيلفتي أبيرنس اللي هو مظهر القطيفة اللي موجود على اللسان. طيب في كل الحيوانات بيدي منظر القطيفة ما عدا في الكاف والرومينات. الكاف والرومينات بيدي منظر
يبقى ده عباره عن اثنين فورم فيري. هلاقي في الانتيريور سيلز بتاع اللسان كل اللسان مليان بالنقط اللي انا برسمها دي، المفروض تكون عباره عن الفري فورم فيري. تمام. في عندي التشكيل ده هنستخدمه بعد كده، هنلاقي في حاجه اسمها سقف في النص هنا زي تجويد موجود محدد اللسان اسمه تيرمينال سقف. هتاخدوا التشكيل بالتفصيل، انا ما يهمنيش هنا دلوقتي، انا اللي يهمني ان انا هلاقي نوع من البدلين موجود هنا هنقول عليها دلوقتي موجودة قدام الصورة. ده هقول عليها دلوقتي اسمها بليت بابليت عشان نخلص منها من الرسمة، اسمها بليت بابليت. في نوع تاني من البابليت موجودة في الفيليفون بابليت اسمها فانجي فورم بابليت، اسمها فانجي فورم بابلي. يبقى تاني هنقول الميكانيكال بابلي عندي منها ثلاث انواع. رقم واحد عرفت الفيلي فورم بابلي اللي هو اكثر نوع موجود على اللسان، موجود فين بالظبط؟ موجود على الانتيريور تو ثيرد، يعني على الجزء الاولاني من اللسان. الانتيريور تو ثيرد من اللسان الاستراكشر بتاعها يكون عبارة عن سيليال كاب ونكتب فيه شفور، ما فيهاش تست بعض من سن الاستراكشر لان كل عمليتها او وظيفتها ميكانيكال موفمنت للاكل. بعد كده هقول ان هي بتدي الجريد او الوايت شولر للانسان او الفيلفت ابيرنس في كل الانوال، في افكات رومنانت بتدي البريستل لايت. بعد كده هنيجي على الانتيكولار بابلي. الانتيكولار بابلي الانتيكولار بابلي من اسمها شبه العدسيه بالظبط، شبه العدسيه ده بتكون موجوده في البقعه. هعرف هنا يعني من شبه العدسيه اي حساسيه ما هيش بروجيكت مع الضغط موجوده فين بالظبط؟ موجوده هيكون الروتين فاس. الانتيكولار بابلي عباره عن خلايا البروجيكشن موجوده في الروتين فاس. طب الكونيكال بابلي، الكونيكال بابلي من اسمها يبقى كون شيب. كونيكال يبقى شكلها كون شيب بابلي، يبقى كون شيب بابلي موجوده في حيوانات دي، موجودة في حيوانات، موجودة في الدب والكلب والبيت، موجودة في الدب والكلب والبيت، وموجودة فين كمان؟ موجودة في الرومنات. بس موجودة فين في الرومنات؟ مش موجودة على اللسان، في الدب والكلب بيت موجودة على اللسان. في الرومنات موجودة على الكبد من جوه، على الشك موجودة على الانر سايد اوف الشك، انر سايد اوف الشك. يبقى عندي 200 سواء موجودة كونيكا البابلين موجودة في على الدور بتاع الكبد في حالة الدور والبيت والكاس موجودة على الانر سايد بتاع التشيك في حالة الرومان. يبقى كده خلصنا من الميكانيكال بابلي. نيجي على الفاستاتي بابلي نفس النظام، عبارة عن ثلاثة بابلي، عبارة عن ثلاثة بابلي. رقم واحد اسمها بليت بابلي، رقم اثنين فانتي فورم بابلي، رقم ثلاثة كلي بابلي، رقم ثلاثة كلي بابلي. ايه الفرق بينهم وبين بعضهم؟ فده ما قلت تستاتوري بابلي يبقى طبيعي لازم الاقي فيه تيست بط، يبقى لازم الاقي فيه تيست بط. يبقى تيست بط هتكون اخبارها ايه؟ هتكون هنا بريزن، هنا بريزن، هنا بريزن. تمام؟ طب انا بقول لك ليه يعني
الميتيريال تاب وكونكتد تيشو فور. طيب في حاله الجنين هقول ايه الميتيريال اللي عندي هتكون بالمنظر ده ويدي بيجمنت ميمبرين ولا ويدي بيجمنت ميمبرين نفس النظام. ايه اللي حصل عندي؟ الفليت جنين شكلها دون شيب. دون شيب يعني ايه؟ زي الاوبر صح؟ فهلاقي لها ان الابيثيليوم بتاعي بتبقى بالمنظر ده. المفروض تكون الجزء الاحمر ده في الاول ده اسمه واضح. هذا الكتيريا ماشي مع الكتيريا ماشي مع صح. الدكتور سيرج بتاع الكتيريا ما هوش طالع زي ما احنا رسمنا الكور. بعد كده قال الكتيريا ده وقت البيزمنت هانجر الناس النظام يبقى ده عباره عن Thank you.
موجود على الوتر سيرفيس بتاع الطن. يبقى اهم ما يميزها ان هي شيب ابييرنس موجود فيها الجلد بعد موجود على الوتر سيرفيس بيكون عندي بول ابنس. طيب ايه فاضي شكلها مثل اسمها بنطر شيب او بشر شيب زي الشفره. فبالتالي لما اجي اقسم اقول ان الاسنان اللي موجود قدامي وهي بجد من سنتر هتكون بنطر قدامي ده وهي بجد من سنتر وهرسم ده في النص ونفس الفيشن في المنظر اللي قدامي ده. يبقى شكلها مشط مطيف التواجد. المنظر ده التواجد دي عباره عن ايه؟
شكلها يبقى اعرف التيست بطل. التيست بطل عبارة عن ايه؟ هقولك التيست بطل عبارة عن ثلاث كشيب. ثلاث شيب يعني ايه ثلاث كشيب؟ شبه الثلاثة بتاعت الاريتين اللي بتستخدمها. طيب عبارة عن مجموعة من ثلاث انواع من الخلايا، فكان هي براعم تذوق، يبقى بتاخد الطعم اي طعم مالح او حائق او مسكر بتوديه عن طريق نير، بتوديه للبرين صح؟ يبقى اكيد لازم الاقي فيه خلية عصبية صح؟ الخلية العصبية المسؤولة عن التذوق اسمها جسات الريسر. جستاتوري سيل، يبقى أول خلية عصبية اسمها جستاتوري سيل، يبقى من اسمها نيورون، اسمها نيورون، يبقى أكيد متصلة بنيرف زي اللي انتوا خدتوها بالظبط اللي هي أولفاكتوري سيل صح؟ أولفاكتوري سيل كان بتاخد التطابق في الشم وتوديه عن طريق نيرف اللي موجودة في اللامينا بروبيا وتوديه للحنين. نفس النظام بالظبط، جستاتوري سيل لازم تكون عبارة عن خلية عصبية متصلة بنير تروح للبرين. الفين لازم تسوي الأولاني أي خلية عصبية لازم يكون جنبها خلايا عصبية مساعدة. الخلايا العصبية المساعدة اسمها supporting سيل أو بنسميها subventricular سيل. بعد كده في خلية زي الأولفاكتوري بالظبط، الأولفاكتوري بيحصل له ريجنريشن بسرعة، فلازم في خلية تعمل له عملية ريجنريشن إعادة تجديد اسمها البيزر. كل ده اللي أنا عايزة أعرفه. الدايرة دي شكلها كلاس كشيم، عبارة عن ثلاث أنواع من الخلايا، ثلاث أنواع من الخلايا اللي هي عبارة عن جسد المثال عبارة عن سبستانتيكولار سيل، عبارة عن بيزل سيل، تمام؟ يبقى عندي ثلاث أنواع من الخلايا. في بعد كده خلصنا من الطن، خلصنا من الطن، يبقى تاني خدنا الألات في أوسط سيرفس وهنا سيرفس والميتري بتاعه. هنا الطن قلنا الطن عبارة عن ماسكولار باك أو ماسكولار أورجن، لو دورشال سيرفس وفنترال سيرفس. اللاين بيبسيليان بتاعه عبارة عن أورا ميكوزا، لم يبتلياليس إحنا بروبريا، لم يبتلياليس الزورتا السيرفس بتاع الطن. في سمول إيليفيشن بسميه لينجوال بابلي، لينجوال بابلي قلت عبارة عن إبتليا كاف ونفس تيشو فور، لهم نوعين من الميكانيك من اللينجوال بابلي، ميكانيك البابلي سنتاتوري بابلي. كان فيها ثلاث أنواع الإيكوال والإيكوال والكونيكا. الجستاتوري اللي هو الثلاثة اللي موجودين عبارة عن البوليت والفانجي فول والويد والفوليت تابلي. بعد كده عرفت التست بادي اللي موجودة، قلت ان هي براعم التذوق، يبقى لازم يكون في خلية عصبية تحتية لجسات الرسال، لازم يكون في خلية عصبية مساعدة اسمها استخدم ابن الرسال. بعد كده الخلايا اللي بتجدد الخلايا نفسها اسمها الانفجار. نيجي للهارت بلد، البلد نفسه، البلد عبارة عن نوعين من البلد، عبارة عن هارد بلد عبارة عن سوفت بلد. لو واحد رفع لسانه لفوق في الأول هنلاقي فيه تعريف موجودة من فمه من داخل فوق من فيه، ده عبارة عن الهارد بلد. السوفت اللي هي المنطقة بتتعمل لما بيدخل على البلد، فبالتالي هعرف الأورال اللاينينج بيبيثيليا عبارة عن مين؟ استراتيجيز سكيمر، استراتيجيز انتيجر اللي هو بتاع مين؟ الأورال سيرفيس. الأورال ميكوزا، الأورال ميكوزا، الأورال ميكوزا يعني اللمفة إبيثيليالس عبارة عن استراتيجيز قشر استراتيجيز أو غير استراتيجيز على حسب الحيوان. طيب بعد كده اللامينا بروبريا بتكون عبارة عن كونكتيف تيشو، مش الكلام ده قلناه في الأول خالص، عبارة عن كونكتيف تيشو وفي نيورو سيليكال جلاند اسمها
فلا طيب خلي بالك لا ولا طيب خلي بالك لا يبقى ده خط بلد فرع أو طيب أو كورة طيب وعبارة عن ميزة طيب والكور اللي في مصر عبارة عن أورا طيب وميزة طيب والكور اللي في النص. يبقى أنا لو رسمت الصوت بلد هقول نبيعة الأورا طيب وده نبيعة الميزة طيب. الأورا طيب هاتن في الستراتيفايد سكولي مصر بسرية واليقلص بتاعك متوزع في كل مكان. هاتن في نبيعة الميزة طيب لو سألت بسرية في الميزة طيب المطلوب في الميزة بسرية عبارة عن إيه؟ للصيادة الريبيثيليم المفروض تكون عبارة عن خلية طويلة وخلية قصيرة هو سيدو سيراتوفايد كلامنا سيميتي والجوبلت ذات والخلية الطويلة وفيه في النص فيه جوبلت ذات والخلية الطويلة كالي كالسيليا كلام اللي انتو خدتوه وشبكتوا مع دكتورة سماحو برضو كان مولاية كما خلقتيني يعني ما تنصش عليا مش عارفين أكثر الأسباب اللي موجودة وعمليت تكلموا يبدأت الزوء اللي مش من الزوء يعني أكثر ألف بيت السوري بالقرى طيب سلطفايد الكوينة السنية يسر طيب عبارة عن السبيرات الريبيتية اللي هو عبارة عن سيد سلطفايد كلها من بعد كده المطلوب اللي انا هضربه تحت هنا الأوروسايد اللي لازم يبتدي متعود يرفعه، هو شيء
عمر لو سمعت اللبس نظارة اللي جنبه عمر عايزاك تقف بس قف نار بسيليا فيه في حالة القرى طيب والقرى بسيليا في الميت بتاعي قول يا حبيب السرطفاية تكون مرة بسيليا ميزة طيب تصدر ايه يا حبيب الصلاه اوه ميزه طيب خليك كويس حاجه ما تعرفه ميزه طيب عباره عن فيروس الاثيليا اللي هو طبيعته في قصه الفيروس تمام يعني ده اصله تمام ميزه طيب غير الاثيليا بتاعي تمام سيدو سرادفايت فور دمر تنيتك إلسيليام ويز غوبليت سيد فضل الله هو معي شوية بعد تفكت من الأورا سايد هنجي للفيرمك المفروض أقولها بس أنا مش هنشرحها هنبدأ على طول في الجاسترو إنتستينال تراك هنبدأ في الجي آي تي الجاسترو انتستينال تراكت اول اورجان هناخده اللي هو عباره عن الكبد اول اورجان انا هاخده ده عباره عن الكبد الكلام اللي انا هقوله في الاسطر ده عباره عن ايه هقول ان الاسطر ده از اتيبيكال تيوبولار اورجان يعني يعني بيتكون من أربعة لير زي ما بنحتاج نقول يبقى أول حاجة الأسطوخات is a typical tubular organ يعني هلاقي فيه أربعة لير اللي هما التيونيكا ميوكوزا التيونيكا سب ميوكوزا التيونيكا ماسكولاريس التيونيكا أدفنتيشيا واحيانا بلاقي سيلوزا في الاستوبر زي ما احنا هنقول يبقى هلاقي فيه اربع طبقات طيب الفيونيكا ميوكوزا بيكون فيها لامينا ايبيثيلياليس لامينا بروبريا لامينا ماسكولاريس ميوكوزين احنا من الاورال كافيتي سواء من الاورال كافيتي في لام في لبس في الشيك في الطن كل ده كنت بتكلم على التيونيكا ميوكوزا بس صح كل ده في الكلام الاستراتشر اللي انا قلته في الاورال كافيتي كنت بتكلم على التيونيكا ميوكوزا والتيونيكا ميوكوزا كنت بسميها ميوكا ميمبرين تمام يبقى التيونيكا ميوكوزا بسميها ميوكا ميمبرين لامنا ميثيليالي لامنا بروبريا واحيانا لامنا ماسكولاري ميوكوزي كل اللي انا قلته في الاجابه والتشيك والصمت والبلد بقى نوعين صوح صوت او بار بلد هلاقيه فيه لما يتجالس لما بروبي هبدأ في تيريكال تيوبلر اورجان هقول اللي هو الاسطر بس هقول اربع تيونيك اللي موجود قدام مع في كل الحيوانات كل الحيوانات الاربع تيونيك دي موجود مع اختلاف شكل الاوسيليا او اختلافات بسيطه دي اللي هنركز عليها تمام هنقول اول حاجه الاسطر لو خدت الاسطوخه من جوه لبره هعرف ان الاسطوخه عباره عن ويبي لومن بالمنظر اللي قدامي ده ايه السبب بتاع الويبي لومن لو كتبت ان ده عباره عن اللومن يبقى المفروض اول خط رسمته هنا ده مين اللي هو اللامينا السيالس واللي هو المفروض بتاعها الكفر بتاعها ويبي بيجمنت ميمبرين وعليه الإبسيليم اللي موجود قدام ده هو لونه الاستراتيفايد احنا ناس جد قوي يبقى اول حاجه رسمت الاستراتيفايد سكويمر الإبسيليم صح يبقى اول حاجه هبدا في يونيكا ميوكوزا هقول ده الإبسيليم اللي هي الإبسيليم بتاعي طبيعتها استراتيفايد سكويمر الإبسيليم
يبقى طبيعة اللامنة إبيثيليالس استراتيفايد سكويمر إبيثيليا مع فاريشن. بدأ أول فاريشن هيكبتني في الأسطوغس من كيس الحيوانات. يبقى الأسطوغس الديونيكا الميكوزة هبدأ برقم واحد لامنة إبيثيليالس استراتيفايد سكويمر إبيثيليا. ما حددتش أي نوع في فاريشن على حسب النيتشر بتاع الضيف بتاع الحيوان. ممكن يكون هانتر تنايت زي الهيومن بالظبط، ممكن يكون بارشيال كراتنايت زي في البيت، ممكن يكون هايلي كراتنايت زي في الروميننت في الاوراكان. تمام، يبقى عندي اول اختلاف بين الحيوانات اللامنة الابيثيليالي. ثاني اختلاف بين الحيوانات هنقول اللامنة بروبريا. فايد سكويمرز يختلف على حسب الحيوانات. طبيعتها المفروض تكون كونكتر تشف. كونكتر عبارة عن كونكتر تشف، لازم ألاقي فيها جلاند. يبقى بين الأورجان اللي بلاقي في التيوني التانية يكونها جلاند. يعني في سؤال بيجي اسكور ميرشا زميوكوزا جلاند او الاورجان كونتين الميوكوزا جلاند. يبقى اول اورجان ميوكوزا جلاند يعني ايه؟ يعني دي جلاند اللامنة بروبريا. عشان انا قلت اللامنة بروبريا الشخص الاول خالص قلت طبيعتها كونكتد تيشو، احيانا في بعض الاورجان بلاقي فيها جلاند. يبقى اول اورجان بلاقي فيه جلاند في اللامنة بروبريا اللي هو عباره عن الاسطوانه. الجلاند فيه ممتازه من مش الاسطوانه متصل مع الاسطوانه ياخد الاكل من الورا نفسي بوديه للسمك. السمك دي فيها جلاند، الجلاند بتاع السمك بتمتد في داخل اللامنة بروبريا. فاهمين الكلام؟ كلام هنقوله دلوقتي. الجلاند بتاع السمك بتمتد داخل اللامنة بروبريا فبنسميه اوستوفاجيا. بالنسبه للسمك للسمك كارديا جلاند، لان اول جزء فيه الاستومك اسمه كاردياك ريجون زي ما احنا هنقول دلوقتي. يبقى الاستوفاجيا كاردياك جلاند ده جزء من الجلاند المفروض فيه البروبيا، مفهوش اي اختلاف بين الحيوانات. طيب هنيجي نقول اللامنه ماسكولاريز ميكوزي. اللامنه ماسكولاريز ميكوزي طبيعتها زي ما قلت سموث ماسل. يبقى سموث ماسل تمام. السموث ماسل دي فيها اختلافات. السموث ماسل يبقى ثاني اختلاف بين الحيوانات في اللامنة ماسكولاريز ميكوزي. يبقى اول اختلاف في اللامنة الابيثيليالس، ثاني اختلاف في اللامنة ماسكولاريز ميكوزي. اللامنة ماسكولاريز ميكوزي في حالة الدب والبنت بتكون ابسنت كرانيال. ابسنت كرانيال يعني اول الاوستوغاس من الاورا كافي لحد تقريبا نصه ابسنت، وبقيه الاوستوغاس موجوده. تمام، يبقى اللامنة ماسكولاريز ميكوزي مش موجوده في الاول بالعربي وموجوده في الاخر ويل ديفلوب. يبقى ابسنت كرانيال ويل ديفلوب كودر. تمام، بعد كده في حاله الكات والهورس والرومينانت بتكون عباره عن قطع من السموس مصر اتكسر، عباره عن اتكسر او ايزوليتد ايزوليتد فاز. يبقى عندي لاملا مسؤوليه من جديد طبيعتها سموس مصر اللي موجوده طبيعتها. يبقى ده ثالث اختلاف بين الحيوانات وبين بعضها.
يبقى ده ثالث اختيار. يبقى طبعي عبارة عن connective tissue زائد جانبية زائد جلان، عبارة عن connective tissue وجانبية زائد جلان. الجلان دي بتختلف على حسب الحيوانات، بلاقيها الجلاند ممتدة على طول الأصبغة في حالة الدب. بالعربي extend through away the length, the entire length of the dog. extend through the entire length of the أصبغة في مين؟ ان دوك. يبقى في عندي في الاصبغة كم كلام؟ في الاصبغة اسمها في جلاند مفقودة في اللمحة بروبريا اسمها اوستوفاجيا كارديا جلاند. في جلاند سبميوكوزا جلاند مفقودة في السبميوكوزا مفقودة فيها في الاختلاف بين الحيوانات رقم واحد مفقودة على طول في حالتين الدوك، موجودة في النص الأولاني بس في حالة الفجر. يبقى الفجر كان نازل لما مسؤولية السيكوزين أبسنت أنكلينيا وبريدنت في الفودة. لا أنا عندي الصابني الفودة الجلان مالها موجودة في الفودة بس في الكلينيا بس، تمام؟ على عكس لما مسؤولية السيكوزين في حالة الكهر والقوس والرومنات لما مسؤولية السيكوزين تأخبرها إيه؟ كان عبارة عن قطرز أو isolated band. في حالة سبميوكوزا الجلان موجودة عند الفصائل الثرامكس والأوستيلوجا، موجودة عند الفارينجيو أوستوفاجيا عند منطقة اتصال فقط الأول خالص عند منطقة اتصال الثرامكس والأوستيلوجا، تمام؟ يبقى ثالث اختلاف، ثالث اختلاف عندي فأول اختلاف الترانسفال سكوني مكتبتيريا بيكون بيختلف على حسب طبيعة الحيوان زي ما احنا قلنا نانترانسفايت او بارشا ترانسفايت او باي لا طبيعتها اسموش مصر في حالة الزوج والكاس بتكون أكسن تكتينيا الوز بتكون موجودة الزهر المفروض طبيعتها سموث مصر، المفروض طبيعتها سموث مصر. ممكن تكون السكيليتال مصر، ممكن تكون ميكس بين الاثنين. يبقى بنلاقي ثلاث انواع في حاله فيوريكا ماسكولار. ممكن على حسب الحيوان بلاقيها بيور السكيليتال. يعني ايه بيور السكيليتال؟ يعني الاقي كل الاصبغة السكيليتال مصر زي في حالة الدب والرومينات، زي في حالة الدب والرومينات، في حالة الدب والرومينات. ازاي؟ زي ما انا قلت في التكاشف ان الرومينات، او زي ما انا قلت دلوقتي ان الرومينات الساس بتاعها بيكون عليه بريست الغايب اللي هي الفيليكول فاميلي، فبتساعدها ان هي بتتسائل اكبر كميه من الاكل الموجود قدام، ما بتخش في الفم، تاخده على طول وتنزله على الكرش بتاعها. طيب الكرش ده بعد كده تروح وتروح في مكان هادي خالص، بعد ما بتروح تفتح تطلع الاكل اللي هي كانته تفتح طبق تاني تنزله بتاعها عمال بيلعب باستمرار، بعد كده ترجعه مره ثانيه وترجعه مره ثالثه وهكذا لحد ما تخلص بقيه الاكل هضم الاكل بتاعها وتستفيد من الاكل. ده عمليه الرومينيشن او عمليه الاختلاط. ايه اللي بيساعدها في كده؟ ان السكيليتال مصر بتاع الشوكه السكيليتال مصر طبيعته
مش عارفه ممكن يروح في اي مكان وبيرجعه تاني. تمام؟ يبقى كده مصر في حاله الضغط والرمله. ممكن يكون التلف والتلفين. يعني ايه التلف والتلفين؟ التلفين الاولانيين عبارة عن التلف المصر والتلف الثاني عبارة عن النقص.
يبقى كل الاستمرار في حاله الرغده
فور الصمت نون جلاندولار الصمت. لا البروس الصغير اللي هو وظيفته بيعمل الإفرازات بتاعت الصمت اللي هو اسمه الأبو ميزر. اسمه أبو ميزر. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي صح؟ قول ان الاندوثيليوم بتاع الاستومك طبيعته سمبل رخمه تكريم
كارديا هلاقي ان الابيثيليوم بتاعي ماشي سيمبل كولومنر ابيثيليوم. المنظر اللي قدامي ده سيمبل كولومنر ابيثيليوم، بدا الابيثيليوم بيدخل لتحت ويطلع تاني فوق، بس بيدخل لتحت في منطقه صغيره شالو اسمها جاستريك فيتو. جاستريك فيتو جاستريك بيتل اطلع فوق تاني اللي هي ده الجاستريك بيتل اللي هي من فوق مجرده مكبره شويه. لو جيت اخدها تحت مايكروسكوبك تحت المايكروسكوب بشوف الجاستريك دي بتتحرك بعد كده هتلاقي ان السيستم بيتحرك 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 ويطلع بيتحرك فوق. زي ما قلت قبل كده الجهاز الفيت ممكن تكون متصلة مع الابيثيليوم، ممكن تكون فولد كده جوه الابيثيليوم مش ضيع بره لاين الابيثيليوم بتاع السيمبل كولومنا. ممكن الاقي السيمبل كولومنا كده تمام، يعني مش لازم على حسب السكشن، ممكن تكون متصلة مع الابيثيليوم ممكن والبايوريك والسكتور مش الاستومك. طيب الابيثيليوم لما بنيجي ناخد حاجه بيجي مثلا اقول مش ده على حاجه فاضيه ليه؟ لان دي بتيجي الميوكوس يعني اللي هي البطنيه من الميوكوس اللي مغطيه بالاستومك اللي مغطيه بالاستومك جسمك يستخدم من الاكراس بتاع الكارديا والبايوريك. يبقى الميوكوس بلانتيا او الميوكوس سكريشن جنب مين؟ من افراز الكارديا والبايوريك. يبقى كورس الكارديا والبايوريك كل وظيفتها ميوكوس سكريشن. يبقى هنا الجاستريك بيت عباره عن جاستريك بيت لاين باي ميوكوس سكريشن. نفس النظام معقول هنا ان الجاستريك بيت لايند باي ميوكوس سكريتنج سيل، لكن هنا هقول ان الجاستريك بيت لايند باي اربعة سيل. فاهمين حاجة؟ يبقى تاني الكلام هذا الكاردياك اللي في اول جزء من الاستومك ولا البايوريك اخر جزء من الاستومك، الاثنين دول حاجتهم ان هما يفرشوا الميوكوس اللي هو مغطي الاستومك من ال HCL التفاعل بتاعها او من اي ادويه احنا بناخدها. تمام؟ طيب كل التفاعلات اي اكل بيتهضم جوه الاستومك بيتهضم في منطقه الكونتاكت ريجن. تمام؟ فقط ان اي خليه في جسم لايند خلايا وظيفتها افراز ال HCL ما حطش حاجه يبقى يفرز ال HCL من الفندق. يبقى اكيد الجسم البرد فيها خليه تفرز ال HCL اسمها اسيد producing cell وخلية تفرز انزيم اسمها انزيم وفي خلية بتفرز ميوكوس اصغر من ميوكوس نكس. فاهمين الكلام؟ يبقى تاني قلت الكاردياك وفيوريك الجاستريك بيت المفروض اللي احنا بنشوفها كبيره شويه بنشوفها ازاي؟ عباره عن فولد من الابيثيليوم دخل لجوه واحيانا بنحط يعني حسب الدكتور بنحط ازاي الكلام ده. طيب الجاستريك بيت لايف باي يوكر سكريتنج لكارديا فول باك وظيفتهم ان هم يحفزوا الميوكوس. طيب كل وظيفتنا ان احنا نعمل عمليه ايه؟ حط الاكل عمليه الديتريشن اللي عليها عشان الناس تستخدم الموضوع في المستخدمه. طيب في خليه اكيد عن طريق HCL اللي في الاستومك فيها HCL يبقى اكيد في انزايد من الديوتين HCL او في خليه اكيد في الانزايد في الميه اقل من الكارديا بايوريك منها ميوكوس نكتر. طيب في خليه
الانفوكريم سيرك. يبقى دول الاربع انواع من التركيز. حفظتش حاجة انا. انا قلت في خلية فيتلس الهدف، في خلية فيتلس انزايم، في خلية فيتلس انزايم، في خلية فيتلس الهرمونات الكتاب والفسيون والتوصيل بتنظم حركة الجاشيستك سيستم كله. تمام؟ اسمها نيورو انفوكريم سيرك. طيب حاجة اتنين في حالة الكاردياك، قلت ان الكاردياك ان الكاردياك بس بتكون شالو. تمام؟ في حاجة البيوريك اخبارها ايه الكاستريك بيت؟ الكاستريك بيت انا بنيوم اسنفر الماشي طبيعي هلاقيها دي برد اللي هي كبيرة قوي وتطلع تاني انا الامسيليم بتاعي وتنزل دي برد بالطريقة اللي قدامي دي واحيانا تكون كتيرة بالمنظر اللي قدامي ده. صح؟ يبقى بلاقيها دي برد في حالة مين؟ في حالة البيوريك. طب في حالة الكونتك؟ في حالة الفندق بلاقي ان هي زي الكاردياك بالظبط بس شالوا نفس النظام شالوا بس داخلة دي شوية يعني هنا دي شوية صغيرين بلاقيها ان هي داخلة دي في النص شوية يعني هي في منطقة الوسط في النص بين الاثنين يعني ده شالوا ده دي بار قوي ده ايه دي. تمام؟ يبقى ده عبارة عن الكاستريك عبارة عن الكونتكتيشن. نقول تاني الخليتين. الخلية الأولانية اسمها في النقطة اللي موجودة عندي مثلا هي ما
الناس كلها نامت ليه؟ حتى في التمة أول شيء أنت كلها الاكس
للانزيم اللي بيطلع من الاشياء.